بلا شك، وأعتقد بأن الاتحاد الأفريقي الكافي يسعد بأن هذا الإنجاز تحقق على يد النادي الأهلي. لذلك يسعدني أن يكون معنا أيضا المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والدولي، وهو الواجهة المصرية المشرفة بكل تأكيد، والذي سوف يلقي كلمة نيابة عن السيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي أيضا هو بدوره أرسل التهنئة للنادي الأهلي. فليتفضل مهندس هاني أبو ريدة. على الستيج امام اخواتي واصدقائي واحبائي، مش غريب الحقيقه على النادي الاهلي ان كل هذا الجامع المحترم موجود، قيادات الدوله المصريه موجوده، كل الزملاء الاعزاء موجودين على جميع المستويات. كل اللي اقوله ان بان اخويا وصديقي العزيز كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته المحترم على النجم العشره، ده مش غريب على النادي الاهلي، هو بعبع افريقيا. كلنا عارفين قدرات النادي الاهلي وادارته المحترمه المتوارثه بالكابتن صالح سليم والاخ الصديق العزيز الكابتن حسن حمدي وكل قيادات التي على مر العصور كانت لها بصمه كبيره على الرياضه المصريه وليس على النادي الاهلي. وبرضه بحيي اخويا وصديقي الدكتور اشرف على وجوده وكل القيادات الموجوده. بتمنى دايما النادي الاهلي ان شاء الله يفضل بعبع افريقيا ونيجي نهنيهم على النكبه ال11 ان شاء الله. شكرا.